وأصحاب الفطرة السليمة، لكن أين الله؟ أين الله؟ ليست صفة لله حتى تقول لن أؤولها. هذه فضيحة عند الوهابي. يعني هذا فضح نفسه بين الوهابي فضلا عن غيره. قال العلو ليست صفة، أين الله ليست صفة، حتى نتقيد بكلامه، أين الله ليست صفة. وجبنا لكم، احنا عملنا لكم فيديو كامل كلام الوهابي كيف انه العلو صفة الدليل عليها او من الأدلة عليها أين الله. طيب اكمل. فهمتني يا رسل البرشني، انت لا تفرق بين طيب مو لحتى تفهم الوهابي انه ليست صفة اللي ملأوا كتبهم بانه لا، العلو من صفات الله والدليل عليها، والدليل عليها لاحظ، والدليل عليها حديث الجارية، هذا 100 مرة بيعيدوا هذا، لاحظ أين الله هذا كدليل على صفة العلو، هذه جبنا لك إياها 1000 مرة، ما راح نعيدها مرة ثانية حتى ما يصير ملل. لاحظ. طيب نكمل. صفات الله وبين تأويل آيات القرآن وبين تحريف آيات صفات الله. ليش شو الفرق؟ ما هو ابن تيمية وابن القيم منع المجاز في القرآن كله، بل ربما في اللغة أصلا، حتى هو بيقول لك أصلا من ابن تيمية وابن القيم تبع له إنه كلمة يد. شوف يا أخوان حتى تعرفوا هذول الوهابي كيف، لكل مقام مقال. كلمة يد بيقول لك، بتقول له إيش معنى اليد لتثبت الله، بيقول لك معناها معروف، بينما ابن القيم يصرح تبعا لابن تيمية انه لا، اليد هكذا مطلقا ليس لها معنى اصلا، لك صوت ينعق به ما يسمع الا اذا وضعت في سياق وقيدت، انه يد الانسان، يد الله، يد الباب، يد ايضا راس نفسه، بيقول لك اسد كلمه اسد ليس لها معنى، هكذا اذا قلت اسد ما يسمع معنى الا اذا وضعتها في سياق حتى نعرف انه هل تريد اسد الغابه ولا الرجل الشجاع ولا كذا ولا كذا، حتى تعرفوا أن هذول بيقول لك التفويض هو تجهيل، لأنك تقول اليد ليس لها معنى لا أعرفها، إحنا ما نقول ليس اليد لها معنى، لا لها معنى وهي الجارحة ولها معاني أخرى مجازية، لكن أنت عم تقول ما ليس لها معنى أصلا، إحنا بنقول لك يد الله، هذا هم هوني أشكلت علينا، ما بنعرف معنى. مش ما بنعرف معنى كلمة يد لحال والله لحال، لفظ الجلال، لا لفظ الجلال الله خالقنا، اليد أيضا لحالة هذه بنعرفها، هي حقيقة الجارحة مجازا تأتي بمعنى النعمة وبمعنى القدرة إلى آخر مهمل. هذا نحن ما عمل لك إنه ما إلي معنى أصلا، أنت لا تقول إنه ما لا معنى أصلا، هلأ فرجيكم كلام ابن القيم، لاحظ هلأ فرجيكم إياه، الحديد وحيم، لاحظوا هون لما بيقول لك هون ابن القيم في مختصر الصواعق انه لفظة يد هي بمنزلة صوت ينعق به، لا يفيد شيئا البتة، بل كلمة اسد بيقول لك، لاحظ كلمة اسد بيقول لك ايش، وكذلك اسد، كذلك اسد لا تفيد شيئا ولا يعلم مراد المتكلم به، حتى اذا قال او حتى اذا قال فلان او قال أو قيل زيد أسد أو رأيت أسدا يصلي أو فلان افترسه أسد. لاحظ أنا قلت هذا في مقال طويل لي، هذا في هل صحيح أن لله يدين، الرقم 23، وهذا أصلا مأخوذ من كلام ابن تيمية، بيقول لك أن يأتون إلى ألفاظ لم تعلم إلا أنها استعملت مقيدة، ثم إيش يقولون أن معناها مجردة هكذا كذا، مثلا يقول لك حقيقة العين هو العضو المبصر وتأتي بمعنى أيضا عين الشمس وعين النابعة، لاحظ لك يقول لك لا، أكثرهم يقول أن هذا من باب المشترك، وأيضا يقول لك كلمة رأس، أيضا رأس ما له معنى لحال، لفظ رأس ما إلا إذا قلت رأس الإنسان أو رأس الدرب أو رأس القوم أو رأس الأمر أو إلى آخره. طبعا ابن تيمية ابن القيم إعادة إعادة تدوير لك كلام ابن تيمية، وهذا الكلام طبعا إذا أردت تشكك فيه هذا كلام هنا ابن القيم، لاحظون هذا في مختصر الصواعق، نلاحظ لفظة يد بمنزلة صوت ينعق به، لا يفيد شيئا البتة. محلاك أنت لو كنت عم تعمل دورة لغة عربية للأجانب للإنجليز، بتقول لهم يد I don't know، لا إيش معنى هذا، لا I don't know، ما بعرف شيء،
بدك تشرح لهم كلام هذا ابن القيم، قال له اذا حطيناها بالسياق بتفيد كذا، واذا يد ما لها معنى بالعربي. هيك بدك تقول للاجانب. لاحظ حتى بيقول لك لاحظ انه كذلك اسد لا تفيد شيئا ولا يعلم به، يعلم مراد متكلم به. حتى اذا قال زيد اسد، يعني اذا قيل زيد اسد او رايته نفس الكلام. لاحظتم كلمة يد طلعت ما لها معنى باللغة. وهذا دكتور إبراهيم خليفة له تسجيل يرد على هذه على هذا الكلام باستفاضة، وطبعا هو رد هذا الكلام في كتابي ورسالتي للدكتوراه المحكم المتشابه في القرآن. كلام علمي ينقض هذا، يأتي عليه من القواعد. لاحظتم طبعا هم لماذا قالوا هذا الكلام، انه اليد ليس لها معنى، حتى يفروا من قضية الزامهم بانه انتم اولتم اليد. لاحظ لاحظ بين يدي رحمته، لاحظ لانه قال الذي كبر هذا القرآن ولا بالذي يدي بين يدي، وايضا بين يدي عذاب شديد. بيقول لك لا لا لا، هذه بين يدي هنا وبين يدي ساعة قدامها. لاحظ لك هذا في القاموس قال يا أخي قدامه إيه، لكن مجازا هذا. لاحظ نعم بيقول لك إيه، وبالتالي أنه هنا كل هذا حقيقة ولا مجاز، يعني بين يدي رحمته، بين يدي القرآن، بين يدي الساعة، بين يدي عذاب شديد، أنه قدامه هذا. لاحظ أنه هذا حقيقة لا مجاز، هذا مثل ما قال ابن تيمية في السماء على السماء حقيقة لا مجازا. ليش؟ قال لأنك لأن اليد من قبيل اللفظ المشترك، لاحظ الذي يكون اللفظ فيه واحد والمعنى متعدد. هذا مثل بيقول لك مثل لفظ قرء وعسعس، قرء للحيض وطهر، وعسعس لأقبل وأدبر، ولفظ العين. طبعا هنا ارتكب شيء أشد من المجاز، أشد من ارتكاب المجاز، لأنه عند كثير من الأصوليين ارتكاب المجاز أخف من ارتكاب المشترك. يعني إذا لفظ دار بين أنه مشترك ولا مجاز، لا المجاز ارتكب المجاز، قل لا مجاز أفضل. ليش؟ لأنه المجاز إذا في قريني تحمله اللفظ، إذا معه قريني تحمله على المجاز، إذا ما معه قريني تحمله على الحقيقة، لكن المشترك تنتظر حتى ترى القرينة، لأنه لا يدل على شيء حتى ترى القرينة بعينك. يعني العين يعني مثلا تطلق على الباصرة وعلى الباصرة وعلى الشمس وعلى الذهب وعلى نبع الماء، هذا لفظ مشترك. ما تستطيع إذا رأيت كلمة عين، نعم هذا لوحدة هذه ما تستطيع تفهم منها إيش المقصود، لأنه هذه معاني مشتركة، إلا إذا وضعت في السياق مع قرينة تبين. لكن اللفظ المجازي حطه يعني وضعه في السياق، إذا معه قرينة نحمله على المجاز، ما معه قرينة خلاص هو الحقيقة، يحمله على الحقيقة. لكن اللفظ المشترك لابد له من قرينة. يعني إذا ما لقيت القرينة تعطل النص اللي قدامي، أنا ما بستطيع أفهم منه شيء. لذلك قالوا ارتكاب المجاز أخف من ارتكاب المشترك، وهذا قضية أصولية طويلة. لكن هون هؤلاء استجاروا بالرمضاء من النار، هم وقعوا على أم رؤوسهم. ليش؟ لأنه أنت هون بدك تفر من أنه هذا بين يدي رحمتي، أنه لا هذا كله من قبيل إيش الحقيقة وليس المجاز، لأنه هذا لفظ مشترك. طيب وأنا قلت لهم نعيما شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، أنتم بذلك فتحتم للتأويل للأشاعرة على مصراعي. ليش؟ لأنهم سيؤولون اليد بالقدرة والعين بالرعاية وكذا، دون أن تلزمونهم بأن هذا مجاز وتأويل وتحريف. لماذا؟ لأنكم إذا قلتم لهم لماذا لم تحملوا اليد على معناها الحقيقي المتعارف في اللغة، لكم لا، اليد لفظ مشترك يطلق على الجارحة والملك والقدرة والنعمة، أنتم بتقولوا أن اليد لفظ مشترك. لاحظتم؟ ولم يستطيع ابن تيمية أن يقول إن حمل اليد على القدرة هو خلاف المعنى الظاهر المعروف لليد عند العرب. ليش؟ لأننا سنجيب ونقول ألم تقرروا بأن اليد ليس لها معنى أصلا؟ ألم تقول هون ابن القيم لما قال أنه هون اليد لفظة اليد بمنزل الصوت ينعق به لا يفيد شيء البت، حتى تقيد ما يدل عليه المراد منه حتى كلمة أسد لا يدل على شيء. لاحظتم؟ لاحظ لأن الجواب حينها، لأن سنقول إذا قالوا لنا هذا تحريف، مثل ما بيقول هذا أخونا عادل مطيار، أنت تحرف لفظ اليد والوجه، لا ما في تحريف، فضلا عن أنه اليد والوجه كما قررنا الماضية أنه هذا أصلا ليس صفة. ليس صفة أصلا، هذا جزء وعضو.
الصفة مثل العلم، حتى العلم هذا ليس صفة عند النحاة، لأنه الصفة هو ما كان من ما كان مشتقا مثل اسم الفاعل والمفعول صفة مشبه. طيب لاحظ أن جواب حين سنقول لابن تيمية حينما يقول أنت تحرفون آيات الصفات وكذا، أو ألم تقرروا مثلا اليد بإلك أنت تحرفها لما تؤولها بالنعمة، يقول له لا، ألم تقرر أن اليد ليس لها معنى أصلا؟ أنا بكون بحرف لما إيش؟ لما بتقلي اليد معناها الحقيقي في اللغة هو الجارحة، وأنت لما تصرفها إلى النعمة أنت تحرف. بقول لك إيه صحيح، الآن ما أنت ممكن تلزمني أنه عم تقول اليد حقيقة هي معناها هي الجارحة هي العضو، مجازا هي النعمة أو القدرة أو ما إلى ذلك. فأنت بتستطيع الآن تجد اللي هي اليد هنا بمعنى اليد لازم تحملها على حقيقتها، وإلا أنت محرف، الحقيقة هي الجارحة. طبعا أني ما بيصرحوا بالجارحة أحيانا وكذا، ماشي هذا أمر آخر، لكن هون أنت عم تقول لا، أصلا اليد ليس لها معنى آخر، لأنه لما جبت لك هنا الآيات هذه، لما جبت لك هذه الآيات هنا قلت لي لا، ما في هون قضية بين يدي رحمته، قلت لي لا، هذه هون أنه هذه كلها حقيقة وليست مجاز، بين يدي الشيء يعني أمامه. طيب جميل، وأنا هون بدي أقول لك أيضا أنه اليد ليس لها معنى أصلا، ولا سائل الكلمات أيضا لها أي معنى حتى تكون مفردة. فإذا سنقول له أنه ألم تقرر يا ابن تيمية، أن تقرر أيها الوهابية، أنه طبعا لابن تيمية طبعا أن اليد ليس لها معنى أصلا، ولا سائل الكلمات أيضا لها أي معنى، حتى كلمة أسد بيقول لك ليس معنى أصلا، حتى تكون حين تكون مفردة، ليس لها معنى حين تكون مفردة. متى يكون مفردة؟ متى يكون لها معنى؟ عند الاستعمال ووضعها في الكلام. وإذا كان الأمر كذلك فيمكن للأشاعرة أن يقولون بقى إن سياق الآيات والأحاديث التي أضيفت فيه اليد كلها محتفة بقراءة تدل على أن المراد منها أمرا آخر سوى الجارحة. يعني ما هم ليسوا مضطرين أن يقولوا المراد منها أمرا آخر، لأنه كلمة آخر هون معناها أنه هي لها يعني ليس على لا محتفة بقراءة تدل على المراد منها أمرا آخر سوى الجارحة. يعني أنا أقصد أقول أنه لو أنت عم تقول اليد في اللغة أصلا معناها الجارحة، وأنا صرفتها إلى النعمة، ها ممكن تقول لي أنت لماذا صرفتها إلى النعمة أو القدرة، هذا تحريف مثلا. طبعا انا استطيع اقول لك لا، هذه هون في قرينه في كذا، لكن انا حتى هون ماني مضطر لك في قرينه اصلا. ليش؟ لانه اصلا بقول لك اليد ما لها معنى اصلا، هي لحالها ما لها معنى حتى توضع في السياق. طيب وضعت في السياق، فانا شفت انه السياق القرائن دلت على ان فيها معنى النعمه. يعني مثال على ذلك قوله تعالى قالت اليهود يد الله مولاه غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، هم بقول لك هنا اليدان هنا المراد بها الكرم. هذا ابن تيمية، أنا لا ما أتعب نفسي، لاحظ وبسط اليدين المراد به الجود والعطاء، لأنه هم أصلا اليهود لما قالوا يد الله مغلولة ما قصدوا الجارحة ولا قصدوا أنه بخيل، كما قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه في الآية أخرى، ولكن هنا أرادوا هنا البخل، لأنه هو أيضا في آية ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسط كل البسط، مو المقصود أنه لا تعملها هيك ولا تعملها هيك، لا المقصود بها أنه إيش هذا الجود والكرم. وهذا ابن تيمية نفسه لما يرد على النصارى بيقول لك خلص بيعمل حاله وانبؤه ونزه، فبسط اليدين المراد به الجود والعطاء، لأنه هنا النصارى عملوا إشكال كبير أنه أنتوا أيضا عنكم تنكر علينا أنه عيسى بشر له أعضاء، طيب وأنتم أيضا لاحظ. فراح قال لهم لا يعرف عالم مشهور من المسلمين ولا طائفة من طائفة يطلقون العبارات التي حكوها عن المسلمين، حكاها النصارى عن المسلمين حين قالوا إنهم يقولون إن الله عينين يبصر بهما ويدين يبسطهما وساقا، لاحظ مع أنه هذا ينص عليه أصلا ابن تيمية، الله عين يبصر بها ويسمع بها ويسمع بها، هذا أمر آخر اختلفوا لأنني بالأذن له أذن أم لا الوهابي. طيب وساقا وجها يوليه إلى كل مكان، لاحظ. ولكن هؤلاء يعني النصارى ركبوا من ألفاظ القرآن بسوء تصرفهم وفهم تركيبا زعموا أن المسلمين يطلقونه، وليس في القرآن ما يدل على ما ذكروا، لأنه هذه الآيات اللي فيها هذه ما يوهم الأعضاء والأجسام هي جاءت في السياقات، دلت القرائن على أن المراد بها أمور مجازية. لاحظ اليهود أرادوا بقول يد الله مغلول أي بخيل، فكذبه بذلك وبين أنه جواد لا يبخل. إيش بدك أكثر من هيك؟ لاحظتم؟
وهي تتميت كلامه هون، فلما قالت اليهود يد الله مغلولة وأرادوا بذلك أنه بخيل كذبهم الله في ذلك وبين أنه جواد ماجد. لاحظ طبعا هنا تتم الكلام له طول، يعني هون يتكلم على هذا قوله لما خلقت بيدي، أصلا هو إثبات يدين موجود في التوراة وكذا إلى آخره. ونفس الشيء سيقال في الاستواء، نفس الشيء أنه لا يستطيع ابن تيمية أن يقول أنتم حرفتم الاستواء وكذا إلى آخره، لأنه نفس الشيء سنقول إذا قال هو معناه العلو والاستقرار كيف قلتم الاستيلاء؟ لا، من اللي ما نسلم الاستواء لفظ مجرد لا يدل على معنى إلا حسب السياق. لاحظ قلت له هذا أصلا مش يفتح الباب للأشاعرة على مصراعي للتأويل، هذا يفتح الباب لكل الفرق كل أن يدعي ما شاء ما شاء، كل واحد يقول لك لا هذه الآية السياقة يدل على كذا، أما كل كلمة منها لا تدل على شيء. هذه أنا بفصلت وقرأوا أنتم. أخيرا آتيكم بإيش بقضية هنا، أنه أصلا هذا أخونا عادل المطيار بيقول لك يجوز التأويل في غير الصفات. مين قال لك يجوز التأويل؟ لأنه هون إيش قال؟ اسمعوا هون إيش قال. صفة الله، يعني لو قلت يعني نساءكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أن شئتم كما في قولي في سورة البقرة، وتقول لي يعني لا تؤولها وهات لي معناها يعني الظاهر هنا يا رسل الحم يا رسل البرشني، سوف أقول لك هذه ليست صفة من صفة الله نساءكم حرثا لكم، وإلا يعني إذا كانت عن يعني على ظاهرها نساءكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني أتي بالمحرث وأحرث يعني زوجتي، هذا لا يقوله مجنون، فكيف تطلبه من عاقل؟ وكيف إذا تقول أنه ما في مجاز في القرآن؟ كيف هاي هون لاحظ هون ابن تيمية، يعني ما أطلع عليكم الفيديو شوي، لاحظ هون أنت عم تقول أصلا ما في مجاز في القرآن أصلا، أنت عم تقول هذا يفضي إلى الجنون. إيه ممتاز، لاحظ هون وقوع المجاز في القرآن، لاحظ بيقلك الآراء في ذلك أنه على قوله الناس تقول أن في القرآن مجازا ومن قدامة، لاحظ رحمه الله وغفر له بيعتبره مخطئ، ومنها قوله أخفض له جناح الذل من رحمه، لك لا قول الثاني أنه لا منعوا أن يكون في القرآن مجازا، وذهبوا إلى أن هذا القول هو قول الإمام أحمد، مع أنه أحمد يقول لا هذا من مجاز القرآن وهو معكم إنما كنتم. فرح أولها ابن تيمية، يعني جعل قول الإمام أحمد بن حنبل أنه وهو معكم إنما كنتم من مجاز القرآن، جعله ابن تيمية مجازا، لأنه أوله أنه قال يعني هذا مجاز، يعني يقصد أحمد من مجاز في اللغة، وكأنه المجاز لا يراد في اللغة. قال وجمع من العلماء يعني الذين منعوا هذا منهم ابن تيمية وابن القيم. لاحظ يقول لك منع أن يكون في القرآن مجاز، وأنكر طائفة أن يكون في اللغة والقرآن مجاز أصلا. هنا في القرآن يقول لك أنكر أن يكون في القرآن في القرآن مجازا منهم ابن تيمية، وأيضا أظن ابن تيمية يذهب إلى أنه ما في مجاز أصلا في اللغة. لاحظ أنكر طائفة أن يكون في القرآن في اللغة والقرآن مجاز أصلا. هذا إيش اسمه هذا محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب الأضواء البيان له هذا الكتاب، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. لاحظ ورد الدكتور المطعني، الدكتور عبد العظيم المطعني في كتاب عظيم رد على ابن القيم الذي قال اصلا ان القران الطاغوت، ان القران ان 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 القول بان القران فيه مجاز هذا قول خطير وطاغوت، لان القران لان المجاز طاغوت عنده. لاحظ هنا لاحظ هنا قضيه المجاز طاغوت، لاحظ شرح الورقات للخضير، ولاحظ وهنا ايضا وهو طاغوت المجاز. لاحظ عندك أنت إيش عنوان عريض، لاحظ وهذا وهو طاغوت المجاز، وهو الطاغوت الذي لهج به المتأخرون، وهذا الذي هنا بيّن أنه كلمة يد هذه ليس لها معنى أصلا. لاحظ هذه هون نفسه هون لفظ يد ليست لها معنى أصلا، لفظة يد منزل صوتي لا تفيد شيئا البتة. لاحظ كلمة أسد حتى بيقلك لاحظ كلمة الأسد هذه لا تفيد شيئا البتة، انت مفوض للساعة كل كلمات التي في اللغة، الأشاعرة يفوضون كم كلمة أضيفت لله
يقول لك أشكلت علينا معناها مش إنه لا نعلم معناها مطلقا. لا لاحظ كلمة أسد حتى لا تفيد معنى البتة. فإذا هون لاحظ كيف سينكر عليه الآن هذا الوهابي هذا اللي كتب هذه مجهود من قدامة في العقيدة. لاحظ كيف بيقول لك ثالثا هذا وقوع المجاز في القرآن. هذا بيقول لك هذا مما أخذ على ابن القيم. مين أخذ عليه؟ وبالمناسبة حتى في صفات لا أنت تؤول مثلا وكلمته ألقى إلى مريم قال لا ليس هو الكلمة. بيقول لك لاحظ ليس هو الكلمة إنما هو مخلوق بكلمة الله. لاحظ أنتوا أيضا في صفات لا عندكم وأنا عندي سلسلة أيضا إنه هذا سلسلة المجاز أو التأويلات عند الوهابي والتيمي. لاحظ هون بيجيب لك انه حتى يسأل القرية هذه ما فيها مجاز فمن اين انت بتقول يجوز المجاز في اللغة في غير صفات الله وفي لا يجوز في صفات الله. انت تمنع المجاز اصلا في كل القرآن تمنعه. طيب نكمل الحلقة القادمة الحمد لله رب العالمين. اخيرا نبين لكم انه هذا قضية المجاز التي في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم. نعم هذا نص عليه كبار المفسرين من الاشاعرة هذا ومن ما تريدين تفسير النسفي بيقول لك نساءكم حرث لكم مواضع حرث لكم هذا مجاز شبهنا بالمحاريث تشبيها لما يلقى في أرحامنا من نطف التي منها النسل بالبذور ولا كأنه هذا عمال بيجيب لنا شيء جديد يعني هاي الرازي لاحظ فخر الرازي نساءكم حرث لكم لاحظ هنا ايش لفظ الحرث على اطلق لفظ على ذات المرأة فحملناه ذلك على المجاز المشهور من تسمية كل شيء باسم جزئي. هذا تفسير الألوسي هذا تفسير الثعالبي لاحظ لاحظ تفسير البحر المحيط لاحظ ويطلق على ما حرث وزرع وهو مجاز كما في نسائكم حرث لكم وهذه في حاشية الشاب الخفاجي لاحظ على البيضاوي وهذه هون حتى في الشوكاني وغيره نص عليه شيء عم ترقد انت قول لحالك انت اللي عم تعمل لي كتب عم تعمله كتب انه ما في جواز ما منع جواز المجاز في في في, في القرآن اصلا. جاي انت بدك تعلم الحزانة البكي جاي بيع المي بحارة السقايين قال احنا بدي جاي علمنا انه هذه الآية فيها مجاز بنعرفها ولا لحالكم انت اللي عم تمنع المجاز مطلقا في القرآن. ولاحظ هون كيف جعل انه اما ما روي عن احمد انه ان في القرآن مجازا وص عليه في قول ان معكم مستمعون قال هذا المجاز اللغة. لاحظ انه مراد احمد قال ابن تيمية مراد احمد مجاز اللغة اي مما يجوز في اللغة يعني صار كلام أحمد ونفسه مجاز عند ابن تيمية. لا يعز هذا بيروح بيجيب لك إياه من كلام من مجموع الفتاوى بعدين بيقول لك هون المجاز لاحظ أنه من المفاسد للمجاز أنه جعل عامة القرآن مجازا كما صنف بعض مجازات القرآن وأنه هذا صار إيش مجال للإلحاد كما وجد ذلك للمتوسلين في المجاز من الملاحدة. لاحظ من أهل البدع صار قول يفضي إلى الإلحاد. فوين عم بتقول لي هذا لا يقوله مجنون؟ لا يا سيدي هو غاية ما سيقول الشنقيطي وغيره يقول لك لا هذا مش ما في مجاز. القرينة دلت على أنه يعني هذا المراد به أنه النساء يعني موضع للبذر وليست يعني هذا هكذا سيقولون الحمد لله رب العالمين.